أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 25/5/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الداو جونز. من الناحية الإخبارية على الأنظمة الاقتصادية، لن يكون هنالك أي أرقام خلال الفترة الأمريكية قد تؤثر على حركة الداو، وذلك بسبب عطلة البنوك في الولايات المتحدة. أما من الناحية التقنية، فقد شهدنا صعود على مؤشر الداو جونز خلال الفترة الآسيوية بسبب تقارير تفيد بأن الحكومة اليابانية تنوي رفع حالة الطوارئ، مما زاد من شهية المخاطرة ودفع المؤشرات الرئيسية للصعود. حاليا نشاهد التداولات الإيجابية أعلى المنطقة المحورية 24435 و24351، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 24690 تقريبا. أما في حال كسر مستوى 24772، فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 25000 مجددا. بكل الأحوال، لا تتغير هذه النظرة الإيجابية إلى نظرة سلبية إلا في حال كسر مستوى 24350، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 24100. وفي حال كسر مستوى 24000، فإن ذلك يعزز النظرة السلبية للوصول إلى مستوى 23750 تقريبا. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.